السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نكمل الدرس بعد ما عملنا الـ Edit Text والـ Button. خلينا نسوي فد Activity آخر. يعني هنا احنا عدنا إذا خلينا التكست اللي عدنا وعملنا Send مفروض يذهب إلى Activity آخر. خلينا نجرب هاي الطريقة. طبعا أنت ممكن تعمل Activity بطريقة أخرى. يعني احنا في الدرس السابق تعلمنا كيف نعمل الـ Create خلق لي Java Class وأيضا XML مو؟ احنا ممكن ايضا لو نعمل كليك على الباكج نفسه ونعمل رايت كليك نيو ممكن انه نلقى هنا كلمة اين انت يا ولد activity blank activity that's it. لاحظ يطلع لك نفس الشيء. فهنا يا ولد ايش تختار؟ مثلا تكتب هنا second activity واللاي اوت حيكون سكند لاي اوت. حلو، وهذا يبقى نفسه سكند لاي اوت. منيو يبقى نفسه يبقى نفسه. هو شنو سين يبقى هنا البنيه مالت البرنامج. يعني اني ممكن السكند منيو حيكون هو تحت الـ Activity Menu الأصلي. يعني فلنفرض الله 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 مثلا هسه هذا مو الواجهة الأساسية، هذا مو الـ Send Layout، هذا حخليها هو المين، هو الأساسي واللي يتفرع من عنده النوافذ الأخرى. جميل جدا. صار هنا أجي أخذ هذا Copy أضيفه هنا وأقول له Dot دوت المن، هختار ال وين انت؟ اوكي هختار ال ومفروض يكون في المين اكتيفيتي. اكتيفيتي مين، ها المين اكتيفيتي احنا سويناه. زين هذا حيكون هذا السكند اكتيفيتي، احنا المين اكتيفيتي سميناها لاي اوت صح. اذا دوت سند لاي اوت نيم از نوت فاليد ريسورس. زين main activity resource must be begun with a character. لا هذا began with شنو مثلا؟ زين وين هو ليش؟ parent used to provide default implementation for the up bottom is not valid resource name. Okay. Okay. Menu. لا ما يكون في المنيو. زين رايت كليك نيو اكتيفيتي بلانك. اوكي سند اب copy زين انا مسميها هنا شو send layout ما هيك. so
send send لا بال small send layout. زين إذا قلنا له لحظة إذا هذا شلنا أو send عفوا هذا هو اسمه main activity لو أخذنا يا راجل قل له أوكي ممتاز أنا كنت أربطه بال layout. جميل جدا ال activity مالتي كان اسمه send وأني ناسيها بصراحة فأعتذر جدا. هنا أنا نحتاج شو نسوي؟ لو نجي على المانيفيست خلنا نتأكد أنه تم إضافته صح؟ ألاحظ أنه الـ parent activity name هي send activity أضف إلى ذلك أني أو هذا صار اسمه main activity والليبل أيضا ضاف له main activity. أوكي فصار عندي لاحظ main activity وصار عندي activity main إذن أوتوماتيكيا خلق عندي الجافا وخلق عندي layout وأضف إلى ذلك أنه أجى للمانيفيست وقام عليها التعديلات أنه ضاف ليا. فهاي فكرة جميلة أنه أنت تستطيع يعني خلينا نقول أنه تعمل layout وتعمل الجافا كلاهم تعملهم في نفس الوقت فقط في ضغطة زر. فهاي الفكرة طبعا في البداية احنا ما تبعنا هالطريقة كانت طريقة مطولة لكن هذاك حتى تعرف انه انت شنو اللي تحتاجه يعني المعمارية انت تفهمها شنو هي فلذلك انا كنت مسويها على القصة مطولة. اوكي فبهالحالة انه احنا عندنا هذا هو الترتيب مالت راح يجي بعد السند. جميل جدا يبقى انه أرجع للـ send layout في الـ send layout اللي هو send java في الـ send java شو الأشياء اللي مفروض أنه أعملها. زين في الـ send java أنا الواجهة مالتي send layout طبعا خلي أغلق هذولا اللي عملته أنه عملت enter يعني text edit أضيف text وأعمل له send. جميل جدا. زين شلون أتحكم بيها؟ في البداية أنا كل اللي أحتاج إنه أعمل string للtext طبعا داخل string message text بعد ذلك اجي اعمل. زين انا شنو اريد اسوي؟ اريد ابعث رسالة عن طريق السند ويبعث المن للاكتيفيتي مين والاكتيفيتي مين اوتوماتيكيا يبدأ يعمل لانش. فحتى يعمل لانش اوتوماتيكيا الاكتيف مين لازم استخدم طريقة شنو البوت اكسترا حامل ستارت للاكتيفيتي. لما اعمل start للاكتيفيتي يعني هذا اوتوماتيكيا لما يبدا بمجرد انه انا اضغط على السند حيتحول للمين اكتيفيتي لكن نفس الوقت اريد اظهر في داخل المين اكتيفيتي العباره اللي انا كتبتها. اذا في هذا المعنى انه انا حاعمل pass للارجيومنت حاعمل pass للباراميتر يذهب من هنا الى هنا لان هذا بمجرد تنفيذه مفروض هذا الباراميتر يستطيع العبور لهذا الطرف. فحتى يستطيع العبور لهذا الطرف في طبعا أكثر من طريقة احنا راح نتبع طريقة الأولى ناخذ بها فكرة اللي هي نستخدم اسمها شو نسيتها put extra عفوا ال put extra يحتاج إلى string اللي أنت تريد تعبره وأيضا يحتاج إلى شو يحتاج إلى العبارة اللي أنت وضعتها في syntax. هاي هي الفكرة مالتها. خلونا ناخذ الـ يعني نكتب الكود راح يتوضح عندنا اكثر. زين اللي نحتاجه انه نعمل المسج تكست بعد ذلك نعمل static
string static حتى ما يتغير. هنا string اكتبها static string، خلوها final كمان نهائي final. حلو زين final static string، final static string حنسميها message key. هذا المسج كي شو اللي راح اعمل بيها المسج كي؟ حاعطي له اسم هذا الكلاس وحامل ربط بين هذا وهذا. زين حتى اعطي له اسم هذا الكلاس، هذا الكلاس شو اسمه؟ كوم دوت محمد. اوكي زين اول شيء نعطي له اسم، مثلا نكتب الكوم دوت عيسى دوت محمد دوت سند اب، صح؟ والمن لي المسج كي msg key. زين هنا حاعطي طبعا هذا لازم مفروض الكي ما يكون متكرر في اي applications، حتتأكد منه ما يكون متكرر في اي applications اختاريت اسم البروجكت. يبقى شيء اخر بما انه هذا مشابه جدا لاسم البروجكت ممكن يعمل لي مشاكل، فهنا أنا ممكن اضيف مثلا حميد دوت like this. زين حميد دوت كوم دوت اسمه، هذا صعب يتكرر هذا المسج كي. عن طريق هذا انا حامل ربط مع الاكتيفيتي مين. شوف كيف راح اعملها بعد ما كملت المسج كي. خلينا نشوف الوقت، هذا الوقت يمكن 4 دقائق. اوكي لا هو بعد يمكن ما اعرف يمكن بالساعة كفد مشكلة. اوكي راح نوقف الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.